للأهمية التي يحتلها الطب النفسي والتي لا تقل عن بقية فروع الطب، أسس مركز الدعم النفسي هذا في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت مطلع العام الماضي بدعم من منظمات إنسانية، ويعد أول مركز متخصص في الطب النفسي بالمنطقة الشرقية للمحافظة، تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات وإعادة تأهيل الأفراد وعلاج المشاكل التربوية والأسرية أهم الخدمات التي يقدمها المركز. طبعاً الاضطرابات النفسية كثيرة جداً وفي انتشار متزايد في المجتمع بسبب أنه البلاد تعيش أوضاع اقتصادية صعبة والحروب، فالمركز يقدم خدماته للمستهدفين لكل فئات المجتمع، سواء بعمل الاستشارات النفسية، عمل الجلسات النفسية العلاجية، أيضاً تقديم المعالجة بالعقاقير الطبية. الشيء الآخر هو عمل توعية مجتمعية للمجتمع. 900 حالة هو عدد الحالات التي عولجت سواء في المركز نفسه أو عن طريق فريق الوصول الميداني الذي يقدم خدماته بالدعم النفسي المتنقل. الفريق يعمل على التوعية والتثقيف للفئات العمرية المختلفة في مناطق عديدة بمديرية الشحر والمديريات المجاورة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات النفسية للمستهدفين وغيرهم. في إدارة الحالة يتم تقديم الدعم النفسي الأولي للحالة، اللي هي عبارة عن خدمة مواساة للحالة، تطمين الحالة. أيضا في خدمات اجتماعية، الخدمات الاجتماعية اللي هي عبارة عن مساعدات نقدية يتم تقديمها لبعض الأشخاص لمن هم بحاجة للدعم الاجتماعي، أيضا في نفس الوقت يعاني من مشكلات نفسية، أيضا معرض لنوع من أنواع العنف، سواء العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الاجتماعي. لا يصبح المجتمع فاعلا إلا إذا كان يتمتع بالاستقرار النفسي، وهو ما يسعى إليه المركز بواسطة الارتقاء بدرجة التوعية والتثقيف والدعم النفسي لخلق صحة نفسية سليمة للأهالي على المدى الطويل. فحرب الحوثي وأزماتها تسببت باضطرابات نفسية مختلفة لدى الكثيرين. معتز النقيب، يمن شباب، الشحر، حضرموت.